ذكر المؤلف بعد ذلك الحديث عن يدي الله سبحانه وتعالى، وذكر فيها قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال سبحانه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله يدي مثنى يد، كأنه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الثنتين. وقوله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود قالوا يد الله مغلولة، يعني مكفوفة عن الإنفاق، وقال الله عز وجل: بل يداه، يعني الثنتين، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة، النصوص الأدلة، يعني نص، يعني منصوص نصا، هذا إذا قيل النصوص فالمراد فيها الأدلة من الوحي، وأجمع عليها السلف